ايها الاخوه الحضور وطابت ليلتكم ايها الاخوه العرب على امتداد وطننا العربي الكبير واسعد الله اوقاتكم ايها المشاهدون في كل مكان من العالم يصله بثنا الفضائي من اي ار تي راديو وتلفزيون العرب من اي ار تي راديو وتلفزيون العرب يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم الجماهيري بنك المعلومات. وتعالوا نتعرف على متسابقي هذه الحلقة مبتدئين بفارساتنا تفضلي. سمر ياسين، دبلوم عالي فلسفة. الأخ، ايوه احمد الكيالي ماجستير زراعه مؤسسه زراعي ايوه <applause> ناديه ابراهيم بكالوريوس هندسه كيميائيه صالح <applause> عمر بكالوريوس حقوق سلام بركات بكالوريوس لغه انجليزيه وليد الصعوب ماجستير فيزياء صناعيه مهيئة أمام فارستنا ماذا تريد؟ العاب لماذا جبال وأنهار وبأية قيمة يا سمر، سرعة إيه خمسين لماذا؟ خمسين لماذا؟ وسؤال لماذا خمسين من شقين؟ الأول عن تلألؤ النجوم والثاني عن رقائق الألمنيوم المستعملة في التدفئة المركزية. واللي عاوز يدخل فيها السؤال يضغط. ايوه يا ناديه ابراهيم. احنا بنعرف انه نبدا ايش؟ له النجوم ولا بالفويل؟ خلينا نبدا بالفويل يا ناديه. انت عارفه الفويل او رقائق الالومنيوم بيوضعوها الايام هذه بين الجدران وتحت السطح في بعض المنازل. قولي لي ليش؟ واشرحي لي ما فائدتها. وبتكوني اجبتي على الشق الاول من السؤال تفضلي تستخدم رقائق الألمنيوم كعازل في الأبنية والمقصود في العازل هي أن تمنع خروج الحرارة في الشتاء من المنزل إلى الخارج وتمنع دخول الحرارة في الصيف من الخارج إلى المنزل طيب كيف هي لا تسمح لكمية كبيرة من الحرارة بالخروج عن طريق الإشعاع من المنزل لأن الرقائق لها سطح ماله هي الموصلية الحرارية إلها قليلة جداً فبالتالي تم لا سطح حماله لما اللمعان أو هذا اللمعان الساطع شو تأثيره؟ كيف من نقل الحرارة بالإشعاع بيعكس الحرارة مش كده؟ نعم فإذاً الجزء الاكبر من حراره التدفئه المركزيه داخل المنزل مع محاولتها تروح عن طريق الاشعاع لانها تظل في المنزل. بفضل هذا الفويل في المنزل وما يرشح للخارج يرشح ببطء شديد جدا نعم. هذا الشق الاول من السؤال ممتاز يا ناديه الان الان بدك تقولي لي ليش النجوم تتلألأ يعني بنطلع احنا على الضوء هذا بنشوف انه اضاءه تصلنا بشكل مستقر لكن لما بتيجينا من البعد بيكون في هذا التلألؤ ليه؟ سبب تلألؤ النجوم أو توهج النجوم نتيجة للحرارة العالية جدا في النجوم وذلك بسبب حدوث تفاعلات داخل النجوم هذا ليس لا لا هذا سؤال جواب مش كافي الحقيقة هذا شيء له علاقة بالوسط الذي يخترقه شعاع النجوم التلألؤ هذا له سبب له علاقة بالغلاف الجوي الذي تخترقه أشعة النجوم عندما يخترق الغلاف الجوي وينعكس على الأجسام في الأرض يعكس يعني يكون توهج الغلاف الجوي بيتكون من إيش؟ من هو طبقات هوائية, هوائية. مالها هل هي طبقات؟ مختلفة الكثافة أيوة مختلفة الكثافة نعم. ومختلفة الحرارة أيضا نعم. عندما يرتحل الضوء إلينا من النجوم عبر هذا الغلاف الجوي شو بصير للضوء؟ انكسارات بينكسر, بينكسر بزوايا مختلفة تختلف متعرفة. باختلاف إيه؟ باختلاف كثافة الطبقات الهوائية وحرارتها فيبدو هذا الاشعاع متلألئاً وإلى خمسة دينار طيب هذا كلام سليم أيوة يا نادية ماذا تريدين بسرعة؟ ألعاب خمسين دينار ألعاب خمسين دينار وسؤال الألعاب وإلك ولكل المتسابقين في آن واحد هذا عن لعبة واحدة فقط هي لعبة الشطرنج السؤال من ستة فروع واللي بحابب لعبة الشطرنج وأنه يجاوب على أربعة من الستة على الأقل وبرضه نادي إبراهيم بكالوريوس الهندسة الكهربائية بدها تجاوب سؤال الشطرنج أول أثر مكتوب عن الشطرنج يا ناديه كان لمؤلف عربي حوالي عام 950 ميلادية أي في القرن العاشر، هذا المؤلف هل هو المسعودي الفيروز أبادي ولا الأصفهاني؟ خذي أي خيار. المسعودي. يا سلام عليك والله المسعودي صحيح. كلمه شطرنج العربيه او تشيس الانجليزيه يا ناديه هي المرادف لاي كلمه فارسيه بتعرفي لي اعتقد شطانجارو الفارسيين سموها آه لا بس هي شطرنج ماخوذه من كلمه فارسيه اللي هي ايش لما بقولوا تشيك ميت تشيك ميت يعني الشاه مات اذا شطرنج ماخوذه من اي كلمه شا, شا 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 يعني يعني انت ترددت فيها كثير ما بحسب لك اياها هي الشاه طيب يعتقد ان الشطرنج يا ناديه نشات في اي بلد الصين الهند ولا اليونان يعتقد انها في الصين اول ما بدات لا يعتقد انها في الهند انت ما جاوبتي الا واحد باقي انك تجاوبين القادمات ولا بتخسري من من هؤلاء بطل شطرنج كلهم اسمهم بابي بابي شالتون بابي مور ولا بابي فيشر بابي فيشر فيشر <applause> صحيح هذا امريكي طيب انت بتعرف القلعه في مباراه الشطرنج نعم حركتها كيف حركتها افقيه وعموديه وعموديه برافو عليك <applause> انت جاوبتي ثلاثة من ستة حتى الآن ما بنخسرك لكن لازم تجاوبي هذا حتى تاخذ الخمسين دينار في بداية مباراة الشطرنج يا نادية أي قطعتين تكونان على جانبي الملكة سمي لي واحدة منهم وخذي الوز الوزير على جانبي الملك مش الملكة الوزير وال وإيه؟ الوزير والفيل الفيل فيل. والملك وإلك خمسين دينار أيوة أيوة يا نادية ماذا تريدين بسرعة ألعاب خمسة وعشرين ألعاب خمسة وعشرين وهذا السؤال عن نشوء ثلاث لعبات هي البريدج البولو والسكواش واللي عاوز يتفضل برضو نادية لعبه البريدج نشات في اي بلد يا ناديه في الهند ايران ولا تركيا في ايران لا في تركيا لعبه السكواش نشات في معهد علمي انجليزي هارو هل هو مدرسه هارو مدرسه ايتن جامعه اكسفورد ولا جامعه كامبريدج مدرسه هارو هارو هذا كلام صحيح طيب بتاخذ ال 25 دينار اذا بتقولي لي لعبه البولو نشات في باكستان ايران ولا اليابان باكستان لا هي ايران وجاوبتي واحد لا بتخسري ولا بتاخذي والفون للقطاعات مره ثانيه وماذا تريد ناديه برضه مره ثانيه بسرعه ايوه عايز ايش العاب 75 اوه هذا العاب 75 هو بنك ورصيدك زي ما انت شايفه 200 دينار احنا بدنا نعرف قديش بدك تستثمري في هذا البنك سؤال البنك زي ما انت عارفة في الألعاب هو سؤال يحتاج إلى فطنة إلى سرعة بديهة إلى أنك تفكري شوي بلماحية في منطوق ومعطيات السؤال قبل ما نبدأ معك في السؤال أنت عندك فلوس كام؟ 200 200 متى تستثمري كام؟ هو بكسب أو بيكسب هو يعني أنت وحظك وأنت وعقلك كام؟ بدهم 200 كله لا 75 اه خم... بحسر المنتج دكتور 200 100 100 100 100 100 بكفي يلا 100 100 طيب <applause> هذا في احد النوادي الريفية في اوروبا يا نادية قرروا انهم يعملوا مباريات تنس تورنمنت دورة مباريات تنس زوجية دبلز آه. تقدم إلى هذه الدورة إلى هذا النادي الريفي في أوروبا 128 كابل، يعني زوج. هدول ال وثمانية وعشرين، إجا مدير النادي قاعد يشتغل يشتغل حتى يرتب هالجدول الطويل تبع المباريات. سؤالي. قبل ما نوصل إلى الزوج الفائز بهذه الدورة ونقول هذا هو البطل، كم مباراة لازم تكون التعبت في دورة الترس الأرضي الزوجية؟ هو دكتور 128 زوج يعني 256 لاعب جاؤوا وكل اثنين بيلعبوا سوا مرة مش هيك؟ نعم. رح يلعبوا عدد من اللعبات بمتوالية 128 احتمال أن الخاسر رح يطلع طبيعي في 127 في 126 لا لا 128 والخاسر رح يطلع بصفي رح يلعب أمام احتمال إنه يلعب 127 مع 127 127 لأنه إحنا بنحتاج إلى مباراة واحدة حتى نطلع زوج خاسر تنتين حتى نطلع زوجين اذا لابد انه يلتعب 127 حتى نطلع 127 جوز خاسر قبل ان نعرف من هو الزوج الرابح ومبروك انت ربحتي قديش 100 دينار الك مبروك أيوة يا نادية ماذا تريدين بقي لماذا وجبال وأنهار بسرعة شو لماذا خمسة وعشرين لماذا خمسة وهذا السؤال من فرعين الأول عن عود الثقاب والثاني عن صرير الأثاث في الليل وأكتفي بهذا القدر واللي عاوز يضغط أيوة يا سمر السؤال الأول بدي أسألك أنت لما تولع عود ثقاب حتى لو نكستيه لهبه بيكون في اي اتجاه كل الاعلى للاعلى ليه لانه لما بيكون بيكون لهب الاعلى بيك لانه بيكون الهواء العود الثقاب حامي فبيكون الهواء اللي جنبيه سخن فالهواء الساخن بتمدد فلما بتمدد بيرتفع لاعلى فبيرتفع الهواء الساخن الاعلى بحل محله هواء بارد من اسفل فمشان هيك بيكون للاعلى يا للهواء. سلام اجابه ممتازه الماء البارد بيجي حتى يحل محل الساخن وهكذا بصير عندنا تيار صاعد دائما يرفع لهب العود الى اعلى. الشق الثاني من السؤال في الليل مع الهدوء والناس نيام لاحظ انه بنسمع بين الفينه والاخرى صرير للاثاث. صرير الاثاث وسماعنا له بشكل خاص بالليل هذه الظاهره لماذا؟ لانه في الليل بيكون الجو ابرد من النهار فعشان هيك الاثاث بتقلص فلما بتقلص بيعطي هذا الصوت وبسبب الهدوء بيكون في الجو هادي فبخلينا انه نسمع هذا الصوت اختلاف درجه الحراره والتقلص بيعمل صوت اللي بخلينا نسمع الصوت بشكل استثنائي أكثر من النهار حيث الضجيج هو السكون اللي في الليل وإلك 25 دينار وعطونا خلطونا القطاعات وشوفونا سمر ياسين ماذا تريد مما تبقى بقي عند الجبال وأنهار كله ولماذا 75 ماذا تريد سمر جبال وأنهار 50 جبال وأنهار 50 وسؤال الجبال والأنهار هذا سؤال الكشكول أنا الحقيقة بدي أسألك بدي أعطيك إياه من ثلاث فروع إجابتك على فرعين بتعطيك جائزة السؤال هذا عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة هذولا كم عود؟ أربع عيدان بدي أسويهم اثنين بتحريك كم؟ عود واحد عود واحد طيب بحرك العود هذا في الوسط بس بقول واحد زائد واحد يا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام منتهى اللماحية منتهى اللماحية أنه وهو ظلوا أربع عيدان بس أنا ما قلتش خليهم أربع عيدان وتحرك عود وعمليهم اثنين عملت علامة زائد بتحريك واحد صار واحد زائد واحد كم؟ اثنين طيب هلا إما هذا أو هذا اللي أسهل لك هذا فايف عارفة من كم عود إحنا كتبنا الفايف؟ أربي ليش ما الفايف واحد اثنين ثلاث عيدان فايف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أوه. ستة أوه. سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة وأنت أوه. مش مركزة أنا فكرت الإف لحالها ليش <applause> تفكري؟ طيب. تخسر إذا بتفكري طيب. هيك مش مركزة طيب إذا كم عود كتبنا فيهم الفايف عشرة عشرة بتعرفي شو بدي منك؟ بدي إنك تشيلي ثلاثة وثلاثة ستة سبع عيدان وتخلي لي أربعة طيب. بدك تشيلي سبع عيدان وتخلي لي اربعة طب بصير بصير الثالثة <applause> طب حاولي حاولي تعافي شو فيها فيها خدعة هذول عشرة آه، لما تشيلي السبعة قديش لازم يضل ثلاثة ثلاثة <applause> أنا بقول لك بتحداكي إنه بنشيل سبعة آه، بعمل هذا العود هيك بصير ثري, ثري بالإنجليزي <applause> <applause> يا سلام شو <applause> هاد أنا بدي تشيلي لي سبعة ويضل أربعة هو عادة لما بتشيلي سبعة بيظل ثلاثة لكن أنا بقول لك لا ممكن تشيل عود اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ويظل مش ثلاثة أربعة طيب لا من حقها هي من حقها هي بدها اثنين لو سمحتوا أول شيء بنخلص مع المتسابقة طيب هذا عارفة شو السؤال؟ هذا السؤال أيضا بده لماحية السؤال شو بقول؟ أربي آه دكتور آسف شو بيقول هذا السؤال؟ ايه فايف أو إكس هذه إكس هذه فايف قديش هي؟ إكس عشر. عشرة عشرة هذه عشرة ناقص واحد يساوي كم؟ واحد واحد هذا كلام معقول؟ لا أنا بدك تخلي لي إياه معقول بإنك تحركي هذا العود وتخلي هذا الكلام مظبوط واحد ضرب واحد يا سلام واحد ضرب واحد يساوي واحد انت على كل حال اخذت علامه الكشكول المفروض بهاللمحيه تعرف تحلي ان هذه انت اخذت العلامه نعملها بنعمل هذه الاي على حرف فور لا لا على كل حال شكرا لك تفضلي انت وخلينا نجي ايوه الاخر اللي هناك تفضل بسرعه لا سمحت تعرف عليه؟ عدنان عودة شو بتعمل؟ موظف في مؤسسة الألمنيوم ها؟ موظف في مؤسسة الألمنيوم طيب شو بتعمل؟ أنت بتعرف شو السؤال؟ اه إنه إيه؟ بدنا نحوله لرقم أربعة طيب الفايف بإزالة الإف ثلاث عودان والإي e أربع عودان بالصف عندنا في حرف لاتيني يا سلام يا سلام شال السبعة اللي هم ثلاثة من الأف وأربعة من الأي ظل عندنا الرقم الروماني أربعة هذا اللي ما أنت وهو سؤال في له لماحية وخمسة وعشرين دينار هو قيمة السؤال خمسين أيضاً روح تفضل خذ خمسين من البنك مبروك أيوة يا سمر مما تبقى ماذا تريد بسرعة إيه لماذا خمسة وسبعين لماذا خمسة وسبعين؟ وسؤال قال لماذا الخمسة وسبعين وهو آخر واحد هناك؟ هذا السؤال من شقين في الأول الكمبيوتر بده يعطوك منظومة الأعداد اللي حتشوفوها الأعداد شو بتقول؟ أربعة وتسعين، ستة وعشرين، ستة عشر، أربعة عشر، علامة استفهام مش هسألكو ما هو العدد الذي رمزنا له بعلامة استفهام، إنما سأسألكم لماذا؟ إذا أنا لكم العدد المفقود هو عشرة، وسؤالي لماذا عشرة؟ ما هو السياق الذي تلمحونه في أعداد هذه المنظومة والذي يفرض أن يكون العدد المفقود عشرة، واللي عاوز يضغط أيوة يا أحمد الكيالي نعم. من عندك 4 9 4 9 مالهم؟ 13 إيه، طيب 13 في 2 26. اذا شو السياق؟ انت مضبوط اشرح لنا السياق انه مجموع مجموع العدد القسمين من العدد الاحد والعشرات مجموعهم مجموع, مجموع رقمي العدد مالهم؟ اي بنجمعهم مع بعض بنضربهم باثنين اذا كل عدد تالي

إذا 10 بده يكون 4 1 5 في 2 10 4 1 5 في 2 10 استهلال موفق ممتاز أنت الآن في هذا السؤال لا بتاخذ ولا ابن أعطيك إلا إذا جاوبت الشق الثاني من السؤال الشق الثاني من السؤال يا أحمد الكيالي ماجستير الزراعة الزئبق يرتفع ويهبط في الثرمومتر العادي مع ارتفاع درجة الحرارة وهبوطها ولكن الزئبق كما تعلم وكما نعلم جميعا كمرضى انه لا يهبط في الثرمومتر الطبي الا بقوه خارجيه بتلاقيه تنفضه ليه؟ لانه في الثرمومتر الطبي في الثرمومتر الطبي الـ 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 جو داخل داخل الانبوبه مع داخل مع الاتصال حلقه الواصل بين بين القطر بالنسبه للانبوب زائد الحوض مع الحوض بكون ضيق فلما يتمدد الزئبق ايش اللي ضيق؟ ايش اللي ضيق؟ ما انا مش تعبيرك الحلق اي الحلقة النقطة اللي بتوصل بين الممر بين المدخل بين الحوض الزئبق ومع ال. اه يعني فيه هو في اخر الثرمومتر في كرة زئبق ضيقة, ضيقة وفوقها في عمود الزئبق نعم طيب اللي بينهم ماله؟ الممر ضيق بكون طيب وبالتالي ف... لما بتحط الثرمومتر او بحط الطبيب تحت ابطك من اجل قياس حرارتك شو اللي بيحصل طبعا بتمدد الزئبق من داخل الحوض بيطلع للانبوب من داخل الكره تضل من داخل الحوض من الكرة. داخل الكره الضيقه بيطلع وين بيطلع للانبوب طيب وبعدين بعدين لما يبرد انت ببرد لما يبرد بعد ما بعد ما يبعد عن الحراره يتعرض للبروده شالوا الطبيب من تحت ابطك شو اللي بصير للزئبق بده يبرد طبعا بده يتقلص ف... نعم يتقلص لانه تعرض للبروده بعدين فعند فبين... المن... نقطه الوصل بين ال... الكره اللي بتكون ضيقة مع الأنبوب بنقطع الزئبق هذا صحيح لأنه لما بيوصل نقطة الوصل بين عمود الزئبق وكرة الزئبق لا يعود بعد أن يبرد لا يعود بسهولة إلى مكانه الأصلي ولذلك بيحتاج إلى القوة هذه أو النفضة وإلك 75 دينار هذا كلام صحيح أيوة يا أحمد باقي الجبال وانهار 25 و 75 ماذا تريد؟ جبال وانهار 25 جبال وانهار 25 والسؤال عن انهار وهو من ثلاث فروع الاول في اي بلاد ينبع نهر الدانيوب؟ واللي بده يضغط في اي بلاد ينبع نهر الدانيوب؟ ايوه يا أي احمد في المانيا في المانيا وين تحديدا؟ الهضبه في منطقة الهضبه السوداء اه الهضبه السوداء فيش إشي في المانيا اسمه الهضبه السوداء الغاب السوداء عفوا في الغاب السوداء, السوداء البلاك فورست طيب الشق الثاني من السؤال هو على اي نهر في افريقيا يا احمد تقع شلالات فيكتوريا شلالات فيكتوريا أه انت اجبت واحد No. افشلت في واحد بقي انك تجاوب لي على الثالث الان انت معرض انك تخسر. انا بقول لك هو يقع على ز... نهر زمبيزي. الصفه المشتركه بين الانهار الاربعه اللي بدي احكي لك اياها. قل لي ايش الصفه المشتركه وانقذ ال 25 دينار. نهر سيفرن، نهر اللوار، نهر الفولجا، ونهر اورينوكو. هذه اربع انهار بينها صفه مشتركه ما هي انها هي اطول اطول انهار في في البلد اللي هي بتكون والله فيه والله النقصه هي اطول انهار آه. في بلادها باقي باقي انك تقول لي وين كل واحد سيفرن وين؟ سيفرن في بريطانيا في انجلترا في انجلترا وويلز هذا صحيح اللوار اللوار في فرنسا هذا كلام رائع فولجا فولغا في روسيا في, في روسيا اما اورينوكو موسكو. في فنزويلا يا سلام عليك في فنزويلا هذا كلام رائع صحيح آخر قطاعات الفضية هو جبال وأنار 75 وهذا السؤال عن جبال وهو من أربع فروع ثلاث سلاسل جبال وجبل فيه معلم شهير خلينا نشوف الكمبيوتر بيعطينا هذه السلاسل الأولى من بين سلاسل الجبال التالية واحدة مختلفة ما هي؟ هل هي الهيمالايا؟ أطلس؟ زاجرس؟ ولا القفقاس؟ ولا عايز يفضل؟ أيوة يا وليد الصعوب <applause> جبال أطلس ليه؟ لأنه أطلس تقع في أفريقيا يا سلام أما باقي عليك الجبال وين؟ الباقي في آسيا في آسيا برافو عليك يا وليد طيب الثاني بيقول لك سلسلة الجبال التي تشكل العمود الفقري لإيطاليا يا وليد الصعوب هل هي البناين ولا الأبيناين ولا الأبلاش ولا الأورال الأبلاش أبدا هذا في أمريكا الأبلاش هي الأبيناين هيا جاوبت واحد وخسرت واحد وما تستعجل تشترك في سلسلة جبال الألب سبعة أقطار أوروبية على الشاشه ترى سبعه اقطار اضفنا اليها قطر ثامن دخيل يعني لا يمر منه القلب حدد هذا القطر هل هو فرنسا سويسرا هولندا ايطاليا يوغوسلافيا البانيا المانيا ولا النمسا المانيا المانيا بمر فيها بالعكس هي هولندا الان ممكن نخسرك 75 يا وليد الا إذا جاوبت الشق الأخير نتعادل لا بناخذ ولا بنعطي هذا الجبل بيسموه رشمور يا وليد الصعوب وهو بولاية ساوث داكوتا في أمريكا اشتهر بسبب المعلم الذي نحت فيه وتراه على الشاشة المعلم عبارة عن تماثيل نصفية يعني بسط لأربعة رجال مهمين في أمريكا سم اثنين منهم وأنقذ ال 75 من الخساره الاول جورج واشنطن يا سلام الرئيس الامريكي جورج واشنطن طيب والثاني الثاني ابراهام لينك لينكلن ها ابراهام لينكلن لينكلن اسمه ولا لينكولن لينكولن طيب انت بكفين اثنين والثالث روزفلت والرابع جيفرسون. جيفرسون ونحن نتعادل معك لا تكسب ولا بتخسر ومع نهايه الشاشه الفضيه تعالوا نستعرض كشف ارصدتها فازت بنصيب الاسد نادي ابراهيم ثلاثمائه وبعدين عندنا الباقي 175 وخمسه وسبعين سمر مئتين احمد الكيالي مئه 100 مئه 100 100 صلاح وسلام ووليد الصعوب والان جاء دور الجمهور في سؤاله الاول وهو لهذا الاسبوع سحر الارقام خليك على الميكروفون ركز لي على هذا السؤال الآن بدنا نمشي من الشكل الأول اللي على اليمين فالذي يليه فالذي يليه انتهاء بالمثلث اللي في داخله عايزين منك تستنتج الرقم شوف لي علاقة الأرقام ستة اثنين اثنين ثمانية سبعه ثلاثه خمسه سته سبعه اربعه اثنين سته في هنالك علاقه بين هذه الارقام اللي بناء عليها استنتجنا عددا او رقما معين اذا لمحت هذه العلاقه في الشكل واحد واثنين وثلاثه تاسيسا على هذه العلاقه المنطقيه بين الارقام الثلاثه تستطيع أنك تقولنا إيش هو الرقم اللي مفروض نحطه داخل المثلث الرابع 6 2 2 8 شو علاقة ال 6 و 2 و 2 8 7 و 3 و 5 6 7 و 2 و 4 6 6 زايد 2 8 المثلث الأول 6 زايد 2 8 وشو عملت في الـ اللي في أقصى اليمين تحت رميتها في البحر طيب إذا 6 و2 8 في المثلث الثاني 7 و5 12، وفي الثالث 7 و4 11، والله مش عارف. شكرا للأخ محمود، طيب 34 كي، هلا اشرحي لي أول كيف احنا جبنا هالأرقام وشو الرقم اللي بده يكون هنا؟ بالاول بنشرح لو اخذنا المثلث الاول الرقم سته ناقص اثنين تحت على اليسار ضرب اثنين على اليمين نحصل على الرقم ثمانيه. لاحظ لا هذا استهلال طيب قالت لك بناخذ العدد اللي في راس المثلث. نطرح منه العدد السفلي الايسر. سته ناقص اثنين كام؟ أربعة. أربعة. ثم نضربه باتنين. في العدد السفلي الأيمن تنين أي تمانية شوف هذا بنسحب على الرقم الثاني شوفي لي سبعة خمسة ناقص خمسة تنين ضرب ثلاثة أي ستة. خمسة ناقص خمسة وين الخمسة ناقص سبعة خمسة ناقص سبعة ولا سبعة ناقص سبعة ناقص خمسة بساوي اثنين ضرب ثلاثة ستة سبعة ناقص خمسة اثنين ضرب ثلاثة ستة هون سبعة ناقص أربعة ثلاثة ضرب اثنين ستة إذن ستة ناقص خمسة واحد ضرب ثلاثة ثلاثة ثلاثة، نشوف الكمبيوتر بعطينا ثلاثة، خل نشوف حل الكمبيوتر. هذا كلام صحيح، برافو عليكي. بدأت تختلط الجوائز، شوي شوي. مكيف مبسوط مبروك، تفضل ياخذ المكيف. أيوة. والآن ننتقل إلى الشاشة الذهبية بقطاعاتها الثلاثة قوة ملاحظة زمان ومكان مال وأعمال وصاحب عدنا رصيد ماذا يريد؟ زمان ومكان مية زمان ومكان مئة وسؤال المكان والزمان لوليد الصعوب هو السؤال زمان وبناء على توقيت جرينتش الذي سنراه على الساعة العليا اللي حيعطينا إياها الكمبيوتر الآن بنلاحظ ان توقيت جرينتش يشير الى الساعة الثانية عشرة الساعة 12 الظهر في غرينتش. ميزناها باللون الاصفر والعقارب الحمراء اللي بده يدخل السؤال بده يكون قادر على ان يحدد رقم الساعة اللي بتبين المدينة ضغطة نادية ابراهيم عايزة انت عارفة شو السؤال يا نادية انت شايفه الان حطينا نيويورك، موسكو، باريس، لوس انجلوس، بيروت وريو دي جانيرو. الان بدي اسالك، في الاساس الفكره قائمه على انه خط طول صفر هو خط جرينتش، مش هيك؟ احنا بنقول الكره الارضيه عباره عن 360 درجه تدور حول محورها من الغرب الى الشرق في مده كام؟ 360 درجة 24 يوم 24 ساعة, ساعة سوى. إذا في الساعة هي بتدور كم درجة؟ 15 درجة 15 بالساعة. درجة معناته ساعة إذا كل درجة أربع دقائق إذا كانت ال 15 درجة إلى الشرق بتكون متقدمة ولا متأخرة إلى عن الشرق متقدمة عن وإذا الخدرينج. كانت إلى الغرب متأخرة الآن بدك أنت تستعملي لي أو على خلفية معلوماتك الجغرافية وتشوفي البلد هل هي غرب هل هي الشرق؟ وقديش غرب وقديش شرق؟ يعني بتيجي بتقولي لي نيويورك بعيدة إلى الغرب زي لوس أنجلوس؟ نيويورك يمكن بعيدة كام؟ يمكن 75 درجة غرب جرينتش، بينما لوس أنجلوس ممكن توصل 120 درجة، ولذلك مين بيكون الفرق بينها وبين جرينتش أكثر؟ يعني بتكون أكثر متأخرة عن جرينتش. هل هي لوس انجلوس ولا نيويورك؟ لوس انجلوس طبعا لوس انجلوس هي عندك خلفيه طيبه عن هذا السؤال ركز معايا يا ناديه وحأقول لك البلد وبعدين تعطيني الساعه هل وقت نيويورك بيكون كام في رايك؟ هي دكتور هيك واضحه مش صح بالنسبه لجرينتش مش هيك وقت لا مش صح هو هذا مكان هذا مكان يعني نيويورك مفروض ان تكون متاخره ولا متقدمه لا على جرينتش متأخرة, ج... متاخره متاخره نعم طيب انا بدي اعطيك السؤال بالشكل التالي اقول لك اي بلد من اللي شايفاهم هدول يا ناديه الساعه فيها بتكون واحده بعد الظهر لانها 15 درجه شرقا من جرينتش هل هي نيويورك لندن موسكو باريس لوس انجلوس بيروت ولا ريو دي جانيرو باريس باريس برافو عليك هذا جواب صحيح طيب اني الساعه اللي بتكون سبعة صباحا لما بتكون في جرينتش 12 الظهر لانه تقع على خمسة 75 درجه غربا من جرينتش موسكو ها لا موس مو... موسكو الى الشرق ولا الى الغرب الى الشرق من جرينتش انا شو سالت قلت لك اي بلد بتكون سبعة صباحا يعني بتكون 75 درجه غرب جرينتش لوس انجلوس سبعة صباحا نيويورك 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 بتكون بتكون متاخره سبع او خمس ساعات <applause> نعم طيب اي بلد بتكون الساعه ثلاثة بعد الظهر لانه 45 درجه شرق جرينتش <applause> بيروت انت جاوبتي تنتين لا بعطيكي ولا باخذ منك اي واحد ثاني بده يدخل على السؤال ايوه يا احمد الكياني بسرعة نعم موسكو موسكو هي ثلاثة, ثلاثة بعد الظهر فعلا لانه ثلاثة 45 درجة شرقا طيب أي بلد بتكون أربعة صباحا لأنها 120 غربا عن جرينتش أربعة صباحا اللي هي ريو ريو دي جانيرو دا لا لا دا لوس أنجلوس عفوا. لوس أنجلوس صحيح طيب أي بلد بتكون تنتين بعد الظهر لأنها 30 شرقا من جرينتش 30. بيروت بيروت صحيح طيب اي بلد بتكون ستة او بتكون تسعة صباحا لانه 45 درجة غرب جرينتش إن... ان نيويورك عف... يا نيويورك كم ستة ها سبعة اي هي بتكون تسعة صباحا لانه 45 درجة غربا انت جاوبت ثلاثة خسارة تضيعهم ريو دي جانيرو ريو دي جانيرو وإلك 100 دينار صحيح <applause> أيوة إيش عايز يا أحمد سرعة قوة ملاحظة 200 قوة ملاحظة 200 وسؤال قوة الملاحظة ال 200 اللي بدنا نعطيك إياه هو من ثلاثة فروع أو أكثر الحقيقة الأول سؤال قوة الملاحظة بعد لحظات وهي يطلع لكم على الشاشة كلمات أو شعارات في قوة الملاحظة عندنا أيضاً إصطلاحات كتبت بشكل معين المقصود بما سترون في هذا السؤال أن تشوفوا كيف كتبنا الحروف أو الكلمات وقصدنا بذلك إحداث أو توليد إيحاء معين في ذهن القارئ أو المشاهد المطلوب أن تلمح الإيحاء أو المعنى المستتر وراء كل منها قياسا على المثل الأول لما لك الحق وبعدين وضع الحق في مكان والقوة في مكان إحنا رتبنا هدول الكلمتين لتعطينا أو لتوحي لنا بشعار معروف اللي بيعرف ما هو الشعار المعروف يدخل الحق فوق القوة الحق فوق القوة طب أعطينا الشق الثاني من السؤال لاحظوا هذه حروف تا ر ظا نون ما الذي تقرأ في هذه الحروف يا أحمد؟ هذه الكلمة التي كتبت بشكل معين كتبناها هكذا لتعني عبارة لتدل على امعان الفكر فيما حدث او لتدل على استبصار الماضي نظره الى الوراء نظره الى الوراء هذا صحيح طيب هذه الحروف رتبناها لترمز الى تعبير مالوف يدل على الفهم العميق للكلام أو إدراك المعنى الخفي الأبعد من المعنى السطحي المباشر. ما الذي تقرأه هنا؟ قراءة، قراءة بين السطور يا سلام عليك! قراءة بين السطور. طيب هذه، هذه يمكن أسألهم رتبنا هذه الحروف لتدل على اصطلاح مروري شائع وقوة ملاحظتك مفروض تعطينا هذا الاصطلاح المروري الشائع طريق طريق ماله؟ عجيب، أنت عرفت الحق فوق القوة، وعرفت نظرة إلى الوراء، وعرفت قراءة بين السطور، هذا أسهل واحد فيهم تقاطع طرق؟ تقاطع طرق، طبعاً! تقاطع طرق ايوه يا احمد ماذا تريد سرعه زمان ومكان مئه وخمسين زمان ومكان مئه وخمسين وسؤال الزمان والمكان كنت ماشي في الشارع التقيت صديق ومع صديقك كان ولد شاب صبي غلام سألته كم عمرك قال لك أول امبارح كان عمري 15 سنة السنة الجاي حيصير عمري 18 سنة انت قلت اشهد فكرت انه ابن صديقك لا سمح الله متخلف عقليا قلت له ايش 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 قال له زي ما بقول لك شو بتقول لي قال له اول امبارح كان عمري 15 السنه الجاي في عيد ميلادي بيكون عمري 18 معقول الرجل لخم ضربت معه لخمه كيف بصير فالولد ما كان منه الا بقول لي يا عم اعطيني بالك المسألة كيت 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 كيت، وفعلا لما شرحها الولد كان عمره أول امبارح 15 والسنة الجاية في عيد ميلاده بكون 18، قل لي وممكن تاخذ 300 دينار على هذه الإجابة إذا توفرت عندك اللمّاحية الكافية يا أحمد. قديش عليه السؤال هذا يا أحمد؟ 150 وبتخسر 150 دينار تفضل مكانك على الكاميرا على الكاميرا ايوه نتعرف عليك دكتور ماهر طبيب حنجره مستشفى البشير ايوه يا دكتور ماهر امسك لي الميكروفون واشرح لي آه لما حكى معه كان يوم عيد ميلاده يعني 31/12 1/1 قال له امبارح يعني السنه الماضيه أولت امبارح وايمتى كان عيد ميلاده هو؟ 31 يعني بده يكون 1 1 او اثنين واحد مش كيف يعني عيد ميلاد يا هيك يا هيك واحد 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 31/12 سوري عيد ميلاد شوف 31 شوي, شوي. شوي انت اسمك ايش يا دكتور؟ ماهر دكتور ماهر بدا بدايه طيبه هو مهم عندنا بادي اذي بدأ نعرف امتى ولد واحد وهو ولد في اخر يوم في السنه 31 12 نعم. الحديث اللي جرى بين صاحبنا وبين الولد هذا كان في اي واحد. يوم 2 1 1 1 في 1 1 اول السنه نعم طيب خلينا ناخذ قال له اول امبارح شو كان في الايام 30 12 شو كان عمره كان عمره خمسة عشر قال له أنا في ثلاثين ديسمبر كان عمري خمسة عشر في واحد وثلاثين كمل كم؟ ستة عشر ستة إما بيحكوا الآن في أي يوم؟ في واحد يناير يعني صار هلا في واحد وثلاثين اثنى تبع السنة اللي بيحكوا فيها في... بده يصير عمره كم؟ سبعة عشر سبعة عشر في السنه اللي بعدها 31 12 بيكون 18 يا سلام برافو طيب ما هو هلا بدنا نشوف هلا بدك انت تاخذ صندوق الجوائز النقديه ولا تاخذ جربت حظي ما احكي على المايكروفون جربت حد على الكنوز انا ما مش فيه. على الكنوز ما له علاقه في الكنوز الدكتور ماهر يعني بدك تاخذ فلوس؟ فلوس يعني. ها؟ قديش هو السؤال؟ قد ما يكون 150 طيب تفضل انت على كل حال 150 اخذت هلا بتروح بتاخذ 150 لكن هيك بس اشباع رغب للفضول رغب. تبعنا احنا مش حنعطيها هلا نشوف شو كان بيكسب هل بياخذ 450 ولا بياخذ اقل روح اضربها واعطوه له بالله صندوق الجوائز النقديه رغب. هي نفسها هي يلا تفضل ايوه ماذا يريد احمد الكيالي؟ ما زالت الفرصه لك، بدك ايش يا احمد بسرعه؟ قوة قوة ملاحظة مية قوة ملاحظة مية وسؤال قوة الملاحظة هو عن اشياء نراها ونستعملها كل يوم ولكن هل نلاحظها بدقة كافية؟ السؤال من اربعة فروع والمطلوب معرفة ثلاثة من الاربعة على الاقل. الشق الأول عن ما نسميه بالحاجبة الفينيسية بالإنجليزي الفينيشين بلايند عارفين اللي بنحطه على الشبابيك هذه الستارة ذات الأضلاع التي نعدلها لإدخال القدر المطلوب من النور من أي جهة بنركب عادة الحبل اللي بنعدل الفتحات بين أضلاع الفينيشين بلايند واللي عاوز يضغط ايوه يا ناديه من جهه اليمين لا من جهه اليسار وبتخسري الشق الثاني من السؤال على قرص ميناء راديو الاف ام يا ناديه اصغر عدد ترينه هو 55 ميجا هرتز 88 ميجا هرتز ولا 510 ميجا هرتز 88 برافو عليكي 88 ميجا هرتز لأن المدى الذبذبي لموجات تضمين التردد Frequency Modulation أو الاف FM تتراوح بين 88 و, و 108 ميجا هيرتز بتعرف اللي بنسميه راديو الـ AM الـ Amplitude Modulation بيتراوح بين 510 كيلو هيرتز وكم إلى 1605 كيلو هيرتز يا سلام 1600 صحيح طيب آه طبعاً أنت الكهرباء بتعرفي هالقصص هذه طيب ناديه الشق الثاني من السؤال عن الجرايد عاده الجرايد تصنع من صفائح كبيره تطول واحده منها الى اثنتين بحيث تكون اربع صفحات من الجريده سؤالي وركزيلي في جريده مكونه من 12 صفحه ايش هم الصفحتين اللي بيكملوا او اللي بيكونوا مقابلتين لصفحه ثلاثه واربعه على الصفيحه الكبيره خمسة وستة لا لأن واحد ثلاث تلات... واحد بتقابل 12 اثنين بتقابل 11 ثلاثة ثلاثة و... وأربعة ثمانية و... س... لا س... تس... تسعة وعشرة استعجلتي ما بعطيك إياه هذا ليش تستعجلي؟ ماشي. تسعة وعشرة لأنه واحد واثنين بتقابل واحد... 11 و 12 ثلاثة وأربعة تسعة وعشرة خمسة وستة سبعة وثمانية شوفي أنت جاوبتي المدى الذبذبي ما جاوبتيش الفينيشن بلايند ما جاوبتيش الجريدة الان بدي اعطيك شكلين وبدك تديري بالك الشكلين هدول اذا جاوبتيهم صح ما بتاخذي 100 دينار بس ما بتخسري اذا ما بتجاوبي هذا بتخسري 100 دينار خلي الكم... اعطاني الكمبيوتر واحد واثنين دققي قيلو وما تستعجلي في الشكلين اللي انت شايفاهم على الشاشه يا ناديه قولي لي في واحد من الشكلين اذا سحبت الاطراف تتكون لديك عقده اي واحد هل هو شكل واحد اللي بيسوي عقده ولا شكل تنين يلا. شكل واحد لا هو تنين وتكسر مئه دينار ايوه إيش عايز النادي ابراهيم بسرعه. بسرعه. مال واعمال 150 مال واعمال 150 وخليكم معنا يا اخوتنا المتسابقين مال واعمال 150. هذا السؤال عن الاعمال والتجاره وهو من خمسه فروع. الشق الاول من اقطار نصف الكره الجنوبي هناك قطران اثنان يصدران كميات وافره من القمح. سموا أحدهما وادخلوا في السؤال ايوه يا وليد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة في نصف الكرة الجنوبي عفوا أنا بقول في نصف الكرة الجنوبي أي واحد استرا... أنا بقول لك استراليا, استراليا والأرجنتين استراليا. وما وزن. جاوبت هذا طيب خلي معايا نعم. بالك طيب وما تستعجل يا وليد أي شركات وادي السيليكون بكاليفورنيا قفزت من لا شيء في عام 1977 إلى مبيعات تزيد على الألف مليون دولار في عام 83 <applause> عارف وادي السيليكون سيليكون فالي <applause> اللي بيعملوا فيه المايكرو الكترونكس والتشيبس والكمبيوتر وكل المشاكل جنرال <applause> الكتريك لا هي ابل كمبيوتر طيب اي دوله اصبحت اكبر مصدر للبترول خلال الحرب العالميه الثانيه الولايات المتحدة الأمريكية لا هي فنزويلا أي نوع من الشركات داو جونز اللي بتعاطوا الأسهم بيقول داو جونز والإندكس تبع داو جونز داو جونز هذه يا وليد هل هي شركة تمويل شركة استشارات اقتصادية دار نشر ولا محاسبون قانونيون سرعة محاسبون قانونيون لا هم دار نشر زي رويتر اما ان تعرف انت على كل حال خسرت ال 150 دينار بس قل لي اما ان تعرف ما هي اكبر شركه صانعه للساعات في العالم او مما يصنع صوف الكشمير واحده منهم صوف الكشمير يصنع من الالياف الصناعيه لا من بالعكس من وبر الماعز كشمير بيقول لك وبر مالكشمير. الماعز اما شركه صناعه المو... الساعات اي واحده أشهر شركة شركة سويسرية لا هي شركة سيكو وبتخسر 150 دينار أيوة يا وليد ماذا تريد سرعة زمان ومكان 200 زمان ومكان 200 وسؤال الزمان والمكان هو عن مكان وهو من ثمانية فروع في كل من العبارات الثمان التي سترونها على الشاشة بعد لحظات فراغ المطلوب ملئه بالمكان المناسب اول شيء اجنادي موقع في فراغ اقيمت الالعاب الاولمبيه عام 12 في فراغ ولدت شي جيفارا وترعرع وين المقر الريفي لرئيس وزراء بريطانيا اسمه ايش ادوارد وايت كان اول امريكي يمشي وين حراس كنوز المال يتركزون في اي مدينه سوق المربد يقع قرب مدينه ايش وعاش السيد المسيح طفولته في اي مدينه واللي بيعرف خمسه على الاقل يتفضل يدخل ايوه يا صالح عمر ولدت تشي جيفارا في بوليفيا في الارجنتين في الارجنتين هذا غلط ثاني ال... ادوارد حراس كنوز المال سوق المربد يقع في مدينه البصره هذه واحدة صحيحه سوق المربد يقع قرب مدينه البصره ايوه عاش عاش السيد المسيح طفولته بمدينة بيت لحم ناصر 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 قاعد ناصر طيب واحد غلط ايوه حراس كنوز المال في العالم يتركزون في مدينه سويسريه اللي هي ايش يا صالح آه آه جنيف لا زيورخ طيب <applause> <applause> ادوارد وايت كان اول امريكي يمشي وين على القمر في الفضاء, الفضاء. غلط المقر الريفي لرئيس وزراء بريطانيا اسمه ايش؟ اسمه تشيكرز، وأقيمت الألعاب الأولمبية لعام 12 وين؟ في اسكندنافيا في أي بلد؟ أي بلد؟ النرويج ولا فنلندا ولا السويد ولا الدنمارك؟ فنلندا لا في السويد، وعشنا تقع وين؟ أجنادين فلسطين في فلسطين جاوبت نين من تسعة وبتخسر ميتين دينار أيوة يا صالح ماذا تريد؟ صالح مال وأعمال كم؟ ميتين مال وأعمال ميتين دينار وسؤال المال والأعمال سترونه بعد لحظات على الشاشة في ثلاث قوائم الأولى بأقطار والثانية بوحدات العملة المستعملة في هذه الأقطار والثالثة بالأجزاء الصغرى المكونة لهذه العملات المطلوب ربط القطر بعملته والعملة بأجزائها قال المغرب بنغلاديش لبنان قبرص ليبيا البرازيل الصومال فنزويلا العملات بوليفار شيلن درهم كروزيرو تاكا دينار باوند ليرة مئة سنتافوس مئة سنتيم مئة بيزا سنتيموس مليم قرش درهم سنت واللي عاوز يتفضل ايوه يا سلام. ايوه سلام قولي لي. المغرب. ايوه. درهم. المغرب درهم. و 100 سنتيم. 100 سنتيم، استهلال مبارك، ممتاز. المغرب درهم. والدرام في مئة سنتيم وهذه واحد تنين البرازيل ايوة اه كروزيرو كروزيرو و100 سنتافوس سنتافوس برافو عليك صحيح <applause> كمان تنتين بتحصني حالك ضد الخسارة ام. فنزويلا فنزويلا بوليفار يا سلام بوليفار ممتاز ايوه و سنتيموس سنتيموس صحيح صح ايوه بدنا حتى تقي نفسك ضد الخسارة قبرص قبرص باوند باوند و سنت مئت. سنتيموس أه. انا بقول لك يا 100 سنتيم ها انت ايش قلت قبرص قبرص, قبرص. ايوه باوند و100 سنتيم لا ألف ألف مليم ألف مليم أنا بحسب لك إياهم هدول أربعة وأنت حميتي نفسك من خسارة الميتين <applause> الآن أربعة من ثمانية إجابات لولا هنا صغيرة بنعتبر أنه أنت تحصنتي ضد الخسارة ادخل الآن على الإيجابيات تفضلي أيوة يا سلام لبنان لبنان أصل وحدة لبنان طبعا ومية قرش ها أول شيء وين العملة الأساسية ليرة ليرة أيوة مية قرش ومية قرش أنا بطمع بطمع منك بكمان واحدة تبريرا لإعطاك الميتين لأنه هديك كانت شوية بتعرج ماشي هلا في عندك باقي ليبيا باقي الصومال باقي بنجلاديش ليبيا ليبيا دينار دينار و, و... ألف درهم؟ ألف درهم صحيح! هل الكمبيوتر يعطينا الجواب؟ شوفوا لنا الجواب المغرب درهم و1000 سنتيم بنغلاديش تاكا و100 بيزا لبنان ليره و100 قرش قبرص باوند و1000 مليم ليبيا دينار و1000 درهم برازيل كروزيرو 100 سنتافوس والصومال شيلن و100 سنت وفنزويلا باليفار و100 سنتيموس والفرصه الان ما زالت مهيئه امام سلام بركات ماذا تريد مما تبقى من مكعبات الذهبيه وما في عندنا الا قوه ملاحظه ب150 وسؤال قوه الملاحظه ب وخمسين من ثلاثة فروع الأول بيت من الشعر في شيء غريب 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 جدا جدير بالملاحظة الثاني عبارتان جديرتان بالملاحظة الثالث حروف كتبناها على اللوحة والمطلوب تكوين كلمة واحدة فقط منها اللي بيعرف تنين من الثلاثة بياخذ 150 أعطونا في الأول أبيات الشعر من الكمبيوتر على الشاشة شوفوا لي بيت الشعر هذا وزي ما قلت لكم أغرب من هيك ما عاد يصير شو بقول البيت قيل افتح باب جار تلقه قلت راجم باب حتف أليق هذا البيت غريب عجيب اللي بيعرف يلحظ في وجه الغرابة يضغط أيوة يا نادية هذا البيت الغرابة في أنه لو قرأته بالعكس من العجز إلى الصدر سوف أقرأ نفس الصدر قيل حتى يا سلام عليك ممتاز اقرأيني يا من العكس اقرأيني من القاف أليق أقرأه من أقرأ العجز آه. قيل افتح باب جار تلقه قيل اف تلقه قلت راج باب باب حتف اليقو هذا صحيح تقرأ من اليمين الى اليسار زي من اليسار الى اليمين طيب انا بدي تجاوبي الشق الثاني او الثالث من المحسنات اللفظيه يا مهندسه كهربائيه الجميله في لغتنا هي الجناس والمطلوب ان تفسري لنا الجناس التام في المثالين اللذين ترينهما على الشاشه ما دفع الناس إلى معرفة كمالك كمالك وحطينا لك الجناس في مستطيلات والثاني يقول الزاهد اللقمة تكفيني إلى يوم تكفيني إيش الجناس هذا لنا إياه في الأول ما دفع الناس إلى معرفة كمالك كمالك أي صفاتك الكاملة صفاتك الكاملة الكاملة صحيح أيوة كمالك يعني كشخص إيه كشخص اسمه كمالك ك إيه؟ كما... واحد شخص اسمه كمال ما... هذا بدل كمالك يعني... كمالك أي كمالك أنت لا دقيقي. ما دفع دقيقي. ما دفع الناس إلى معرفة كمالك كمالك الماء المالك المال 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 يعني ما دفع الناس إلى معرفة كمالك مثل مالك مثل مالك فلوسك طب الثاني اللقمة تكفيني إلى يوم تكفيني اللقمة إيه؟ تكفيني أي تسدني أو تسد أو حاجتي, تسد حاجتي من إلى يوم تكفيني أي يوم موتي وكفني يعني من الكفن صحيح الآن هذه الحروف طاء حاء الف تاء كاف ميم قاف لام تاء فاء و، دال اللي مش شايفين يشوفوا عندهم على المونيتورات اللي في القاعه. الآن هذه الحروف عايزك تعملي لي منها كلمه واحده فقط فقط كلمه واحده؟ كلمة واحدة فقط زي ما بقول لك اعملي لي منها كلمة واحدة فقط. من هذه الاحرف دي تستعملي لي كل الاحرف وتعملي منهم كلمة واحدة فقط. اه هي عشرات صاروا بيعرفوا. صح اي <applause> <applause> يلا شكرا لك انت ما حاولت لانك كسبتي هلا بدنا نجيب واحد الاخ عصام بيعطينا اياه بن على الكاميرا اربي هنا ارفع صوتك نتعرف عليكي تعال الصح صح ها تعال ايش تعملي طالبه وين في السعوديه طيب شو السؤال؟ اه اني اجمع من هذه الحروف كلمة واحدة فقط اه هي كلمة واحدة فقط كيف يعني؟ وريني كيف يعني كلمة واحدة؟ أنا بقول لك كلمة واحدة فقط، بتقولي لي كلمة واحدة فقط أكتب الكلمة؟ آه. <applause> هي بتقول إنه النكتة فيه كلمة واحدة فقط وهي صادقة إحنا بناش كلمة واحدة هذه الحروف كلها بنعمل منها ثلاث كلمات تقول كلمة واحدة فقط خلينا نشوف خلينا نشوف على الكاف وينها هاي الكاف اللام وريني التاء الميم اهي هنا اشطبي قولي انت اشطبي اه هذه الواو الالف الحاء الدال التاء الفاء القاء التاء طيب وبدنا نعطيك انت كمان 150 دينار على قوه الملاحظه روحي خديهم والآن جاء دور الجولة السريعة آخر مكعبات الشاشة الذهبية وهي لهذا الأسبوع صح أو خطأ بسم الله نبدأ الألماس يحترق عند درجة حرارة 900 مئوية أو سنتيغريد صح ولا غلط؟ لا يحترق الألماس لا صح هذا هذا وأنت ما بتكسب الذين يستخدمون أيديهم اليمنى تتم السيطرة على تحكمهم الحركي بواسطة النصف الأيسر من الدماغ. صح. 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 وإلك مئة دينار. بشكل عام، إضافة مقاوم التجمد اللي بنسميه الأنتفريز إلى سائل تخفض نقطة غليانه. أيوه. صح. خطأ. الضوء ينحني بفعل الجاذبية. ايوه صح صح والك 100 الطائرة النفاثة تكسب حوالي 100 باوند أو حوالي باوند واحد من الوزن أثناء طيرانها بسبب المؤثرات النسبية اللي هي Relativistic افكتس أيوه صح لا خطأ القنغر لا يشرب الماء أبدا ايوه صح وإلك 100 دينار. الضوء ينتقل بنفس السرعة في الهواء والزجاج. ايوه صح صح ها؟ صح؟, صح؟ خطأ. يشكل الماء نسبة 80% من دماغ الإنسان تقريبا. ايوه صح و دينار الك. كسوف الشمس يمكن أن يستمر لأكثر من ثمان دقائق خطأ 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 ولا صح قلتي خطأ خطأ ومئة دينار إلك عدسة العين تكبر مع التقدم في السن ولكن قدرتها على تركيز البصر على الأشياء القريبة تقل صح صح ومئة دينار إلك أيضا يا نادية آخر سؤال الماء الساخن يتجمد بسرعه اكبر من نفس الكميه من الماء البارد صح ومحدش بياخد شيء ف... ومع نهايه الشاشه الذهبيه نستعرض كشف العرصده صاحبه اعلى رصيد ناديه ابراهيم 750 دينار صاحب ثاني اعلى رصيد ماجستير الزراعه احمد الكيالي، ناديه واحمد تعالونا هنا. الاخوه سمر والبقيه صالح وسلام وبركات ووليد صعوب يتفضلوا ياخذوا جوائزهم من مندوب البرنامج. والان مع الجمهور في سؤاله الثاني وهو لهذا الاسبوع الشكل الشاب. ايوه كلنا من انت نتعرف عليك؟ مهند احمد طالب المدرسه اي صف انت؟ اول ثانوي طيب اي شكل من هدول؟ رقم أربعة رقم أربعة عليه بدك تشرح لي رقم أربعة عليه ما بدك تقول رقم سأن... كذا عشان بسوي خط مستقيم يا سلام عليه بشر هذا كلام مظبوط رقم أربعة لأنه لو لاحظت النقط في واحد في اثنين في ثلاثة في خمسة كلهم إشي فوق إشي تحت النقط فقط تعمل خط مستقيم في شكل أربعة برافو عليك يا محمد صحيح طيب مهند انت الآن اعرفت ركز لي على الأشكال الجوائز العينية التي ستراها بعد لحظات واضغط جائزتك اعطونا صندوق الجوائز العينية وين يلا سيريو مبروك إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج إلى الشاشة الماسية والأخت والأخت نادية بما تريد أن تستهل الشاشة الماسية زمان ومكان سؤال الزمان والمكان إليك يا ترى ماذا يكون الوقت في طوكيو عندما يكون وقت لندن أي وقت جرينتش الخامسة مساءً هل يكون 12 منتصف الليل؟ 12 الظهر؟ ولا 5 بعد الظهر؟ 12 الظهر لا 12 منتصف الليل جبال وأنهار جبال وأنهار أين يقع جبل أثوس في أي بلاد يقع في اليونان واخلطوا القطاعات مرة ثانية نادية بتنتقي وقد استقرت القطاعات إيش ألعاب يا العاب بطل العالم في الشطرنج عام تسعة 69 كان اسمه باريس فهل هو باريس باسترناك باريس ياليتسن ولا باريس سباسكي باريس سباسكي سباسكي صحيح ايوه يا احمد انت تسأل انت تسأل وجواب انت تسأل جغرافي او هو الجغرافي العربي الشهير الذي كلفه ملك صقلية في القرن الثاني عشر بوضع خريطة للعالم المعروف انذاك فجاءت نموذجا عالميا لما وصل اليه العرب من حضارة ساعدت على ظهور النهضة الأوروبية ما السؤال؟ من هو الذي وضع خارطة أه آه العالم العالم لا لازم تقول من هو الإدريسي حتى يكون السؤال صحيح لماذا لماذا وسؤال لماذا لبكالوريوس الهندسه الكهربائيه هو لماذا يستعمل ميزان الحراره الكحولي لقياس درجات الحراره المنخفضه اكثر من الميزان الزئبقي لأن تجمد الكحول يعني أعلى من تجمد الزئبق أقل فسر لي بدقة علمية، أنت مهندسة كهربائية، مين بيتجمد عند درجة حرارة أكثر انخفاضا بكثير؟ الكحول ولا الزئبق؟ الكحول الكحول، بتعرفي قديش تقريبا؟ تقريبا عند درجة ناقص 114.5 مئوية، ولذلك إذا بدك تقيسي درجات حرارة منخفضة بتستعمل الزئبق ولا الكحول؟ الكحول الكحول وإلك الماسة صحيح. أيوة كشكول طبعا بدك كشكول واعطونا اللوحة وتعال معي هنا يا أحمد. أحمد لو قلت لك أنا بدي بهذا القلم تمر لي على التسع نقط هدول بدون ما ترفع القلم عن اللوحة وبدون ما تعيد رسم أي خط بجزء تقول لي بسيطة الشغلة شو ممكن تعمل؟ ممكن أنه تيجي بهذا وتمر أه؟ وبعدين؟ وبعدين، وبعدين، أنا بدي تعمل بنفس الطريقة، عندك 16 نقطة، أنا عايز بهذا القلم إنك تمر عليهم بنفس الطريقة دون إنك ترفع القلم أو تعيد رسم الخط مرتين لا لا انت لا على التعيين يعني بدايه خاطئه ولذلك فكر لي كويس لا أعتقد أن الكلام سليم؟ نعم؟ ليش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ومبروك، صحيح؟ وقطعت عليها في الوقت المناسب. أيوة يا نادية زمان ومكان، زمان ومكان تعرفيني إلى أين تتوجه السلاحف عندما تفقس؟ إلى البحر إلى البحر صحيح إلى البحر <applause> أيوة يا أحمد الكيالي جبال وأنهار طبعاً بده يقطع عليها في جبال وأنهار نشوف بيقطع عليها كما قطع في المرة الأولى ما اسم الجبال التي تفصل قارتي اسيا عن اوروبا؟ ايوه الاورال الاورال بس انت ما بيطلع لك انك تاخذيه، هذه اجابه صحيحه الاورال، خلطونا ونشوف انه الاخت تجاوب جواب زي ما جاوبت الان، لكن للاسف الان ما تستفيد منه أنت تسأل الجواب القاعدة في الارتفاع على اثنين ما السؤال؟ ما هي مساحة المثلث؟ يا سلام ما هي مساحة المثلث؟ <applause> تتوجه فارستنا لاستلام جائزتها وتأخذ مكانها في قمة هرم المتسابقين في الحلقة القادمة وتحية للأخ أحمد الكيالي وندعوه لاستلام جائزته متمنين له حظا أوفر في فرصة قادمة تهانينا لفارسة الحلقة جائزتها 1500 دينار أردني وخالص مودتنا وامتناننا لجمهورنا الأردني الكريم وتحية شكر واعتزاز للإخوة المشاهدين على امتداد الوطن العربي الذين يلتقطون بثنا الفضائي من تي راديو والتلفزيون العرب أيها الإخوة شكراً وإلى اللقاء